هلو everyone، أنا ونادر اليوم عاملين قاعدة راس براس ورح نسأل بعض أسئلة لنكتشف من بعد هالتو سيزونز قدي نعرف بعض، أشوف إذا بتعرفني صح. أتمنى أن أنت بتعرفيني. شو الأكلة يلي أنا ما بحبه؟ أكلة ولا حاجة في الأكل؟ يعني أكلة ولا حاجة في الأكل؟ التوم صح. طب أنا كمان هيك حاجة بالأكل، هي مش أكلة صح؟ استنى، هي مش أكلة بس تنأكل. في ناس بيأكلوها لوحدها. دول الناس مجانين. مجانين. أنا بعرف مشروم. بكره المشروم. أوكي، شو الفصل المفضل عندك؟ أنت؟ الصيف. استعرف هلأ صايرة بحب الشتاء، بس قبل كان صيف. الصيف صح. طب أنا؟ أنت الشتاء أكيد. انت كل ما تشتت الدنيا بدك تصور مع اغاني بتعمل فيديو كليب. بحب الشتاء قوي والله، بحس ان في حياه في الشتاء وبتحب منظر البحر بالشتاء جدا صح؟ يعني كده كمان بحب الصيف. بالنسبه لي الميزه الوحيده فيها هي البحر. ايش اصلا شواطئ مصر حلوه بس فبس في الشتاء كمان بحب شكل البحر. اوكي، هل انا حدا رومانسي؟ ان انت بتعرف العلاقات وهيك. ايه مش رومانسية؟ ما بعرف اذا انا رومانسية، بتلبك تحس بتكسف يعني؟ ما بعرف كون رومانسية. طب ماشي، ما هو الشخص الرومانسي هو بتلاقيه بيتكسف، لانه لو حد مش رومانسي مثلا هتيجي تقول له حاجة رومانسية يعمل لك قطر. تمام ماشي. ممكن. طب انا انت برضو كتير عارفة. انت كتير رومانسي. يعني انا بعرف نادر بس يكون مغروم. انا بعرف. اوكي، مين اقرب شخص لإلك؟ لين. لين اختي. صح. انت اقرب شخص لإلك اشرف. صح مع انه انت كتير قريب من اختك وامك. بس اشرف كصديق. كصديق وليه اصدقاء تاني بس اشرف. بعرف الشباب كلهم. لا مش حافظة لهم. بس انا عارف اشرف ونوجه له تحية لاشرف. اشروفي، اكتر حاجة بتعصبك بالستوديو؟ انا عارفة. ايه طيب؟ في هنا صح؟ ايه؟ اذا كان التكييف مش داير. يا جماعة لو بتتفرجوا على اي حلقة والحلقة ابتدت ولقيتوني مش في المود، اعرفوا انه بسبب التكييف. انا لو التكييف مش داير بتعب نفسيا. يعني بتبقى كارثة. طب استنى، بتبقى كارثة على البريكس مثلا. يا مدحت، ايه التكييف ده؟ ايه الحوار ده؟ ما انا قلتلهم انا بس اشوف شو بتقول. انا حران. النهارده ايه اللي حصل طيب؟ النهارده انا سمعت صوت نادر بالكواليس. ايه ده؟ ما انا ما تحط بيستفزني. شو ده كان؟ انا كنت قاعده بغرفتي هيك مستمخه، فجاه بسمع نادر معصب، قلت الله يستر شو فيه هلا. التكييف، ما هو بس التكييف اللي عصبني. طب هسالك انا، لا انت عارفه ايه اكتر حاجه بتضايقك في الاستوديو؟ انا عارفه. انت عارف؟ طب قولي. انا عارف بس عايز اسمع مني. هو في شغلتين انا عارف. طب استني، مش قولي انت اول شغله. اوكي، اول شغله اذا في كتير درجه ما قلها معنا. بس دي ممكن تبقى بتضايقك، بس مش اللي بتضايقك من جواكي. انا هقول للناس اللي بيضايقك من جواكي وانت قولي صح ولا غلط. خلاص. احنا عندنا في، يعني بنبقى قاعدين بنشوف نفسنا، يعني احنا بنشوف نفسنا في الشاشات قبل الحلقه عشان نشوف الكادرات. فلانا لو الحلقه ابتدت من غير ما تشوف نفسها وتشيك على الشعر والميك اب والكاب والحركات وتعمل كده، بتبقى حلقه يعني كارثيه. بتبقى هي كل اللي بتفكر فيه في اول سيجمنت من الحلقه ان احنا نطلع بريك عشان تركز في الشاشه وتشوف نفسها. مش مظبوط. احلف. بس نعرف بعد كويس. بس لا، عايزين نسأل أسئلة. عايز تسأل تاني؟ مين أكتر بلد بتحبيها؟ وأنا إيه أكتر بلد بحبها؟ لبنان. صح، غير مصر يعني. وأنت إيه أكتر بلد؟ أنا المفروض أقول لك أنت إيه أكتر بلد؟ إذا أنا ليه سألت السؤال ده؟ بس أنت تحبي كذا بلد. استنى، دبي؟ مصر؟ بعد في بلد، ثلاث بلد حمد. يعني أنا قلت اثنين صح. صح. البلد الثالثة هي أوروبية. كلا. لا. عربي. بلد عربي.
مش لبنان لان انت بتحبي بلدك اكيد. صح اكيد اكيد لبنان عشان بلد. رحتيها؟ رحتيها؟ لا كثير حابه السعوديه. صح صح. طب اسالي انت سؤال اخير. بتحب الاولاد؟ يعني ايه بحب الاولاد؟ الاطفال؟ اه. انت عارفه اجابه السؤال؟ ما بعرف. انا بحب عارفه. قولي. بتحبهم بس بتخاف من الاولاد الصغار قوي. نادر اكبر خوف عنده يحمل اولاد صغار اللي هم البيبيز. عارفه ما اعرفش بخاف ان انا مثلا تبقى تكسره. بحس ان هو خفيف فانا ممكن امسكه ايده يتكسر بتاع ظهره يتقطم. هي مش هيك بتصير يعني اذا حذر انت ما مش هيحصل بس ده بيبقى من جوايا. خلاص ان انا ما بحبش الفتره دي ما يتكلم كده ونقعد نتخانق احنا مع بعض. خد يا تعالى هنا ودي غير بده يقفز درجات. فلما ابتدي اتكلم انا هتعلم. طيب انت لازم تعرف بتحبيهم. اوي انا كتير بحب جيب ولاد واعمل عائله. ان شاء الله.